أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به العلاقات البحرينية الإيطالية من تطور مستمر في مختلف المستويات، منوها سموه بأهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين بما يفتح مزيدا من الآفاق بينهما على كافة الأصعدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بقصر الرفاع اليوم، سعادة السيد جورج ليبو بيجي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا، حيث نوه سموه بعمق العلاقات الثنائية التي أسهمت الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين في تعزيزها، ومنوها بالنتائج المثمرة لهذه الزيارات في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين خاصة في القطاعات التجارية والاقتصادية. من جانبه أعرب سعادة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا الصديقة عن شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء ولما أبداه سموه من حرص على تعزيز ومواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع بلاده.